الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ندعو الله تعالى في هذه الجلسة المباركة وفي هذا اليوم المبارك أن يجعل خير أيامنا يوم لقائه، وأن يجعلنا من أهل القرآن في جناته. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوفق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها ببيض الإيمان بك وجليل التوكل عليه، وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. إذن بهذه الأدعية المختصرة أختم كلامي بكلام الله تعالى، فأقرأ عليكم بعض آيات القرآن الكريم.